الآن نجلس جلسة صحيحة بعد ما سمعنا النشيد الوطني. نجلس جلسة صحيحة. درس جديد من الدروس الإلكترونية التفاعلية لمادة قراءتي الصف الأول الابتدائي مدرسة القيم الأهلية. معكم الست سارة عهد. حبايبي، بداية نجلس جلسة صحيحة، نشتف إيدنا وننتبه على الدرس. هذه هي جلستنا، جلسة الأبطال. يلا يا حلوين كلكم، بدي أشوفكم. نبدأ درسنا. درسنا اللي هو لغة عربية. بدايةً ثبتوا ماما الموبايل بمكان. أي حبايبي، بدايةً مثل ما متعلمين، إحنا أول شي ناخذ اللغة العربية اللي هو حروف المد. حروف المد اللي هم أصدقاء الحروف ويانا على طول العام الدراسي. أي حرف جديد حيرافقوه يكونوا لي مقطع. حروف المد هي آ أو إي، هذه هي حروف المد. أيضاً كانت عائلة أخرى اللي هي عائلة الحركات الإعرابية، الفتحة، الضمة، الكسرة. أصواتهم إ أو إي، تكون أصواتهم خفيفة على عكس حروف المد. كان درسنا السابق اللي هو دب منير. درسنا هو دب منير. نريد نشوف شخصيات الدرس. نشوف شخصيات الدرس من خلال صورة الدرس. هذه أمامكم هي صورة الدرس. طبعا منو عندي؟ عندي منير يمتلك دب من الورق. دب منير من ورق. أيضا مريم زميلتي أيضا تمتلك دب أيضا من الورق. دب مريم من ورقي. زميلة تحدث مع أم. أم يا منير نزور زيدان. أم يا منير نزور زيدان. إذن هذه عندي هي شخصيات الدرس. شخصيات الدرس هي منير، مريم. هذه هي شخصيات الدرس، دول هم أبطال الدرس. منير يمتلك دب من الورق ومريم أيضا. فعندنا دب منير من ورق. قم يا منير نزور زيدان. الآن نجي نشوف بطاقات الدرس. مثل ما متعلمين بعد صورة الدرس نشوف بطاقات الدرس. دبو. زي ما تلاحظون الباء مشددة معناها مكررة مرتين. الأول يكون ساكن والثاني يكون متحرك. يعني شنو متحرك؟ يا ضمة، لازم عليه حركة إعرابية. أما فتحة، أما ضمة، أما كسرة، هو عليه فتحة حركة الضمة. تمام. دب
بو ب مكررة مرتين حتى بعد نقطعها دب الأولى ساكنة بو دب بو دبو مير مو 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 نير منير 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 ورق و ر ق و ر ق ورق 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 مريم مر مر ي م مريم مر ي م مريم. إذا نسأل البطاقات الأمامي دبو دبو منير منير ورق ورق مريم مريم. البطاقات الأخرى من الدرس أيضا نشاهدها. هنا عندنا كلمة، كان عندي كلمة ورق، لكن شنو صارت كسرة تحت حرف الق، صارت ورقي. صارت إذن هاي كم مقطع؟ ثلاثة. و ر قي ورقي. إذا أتهجاها و أ هاي و ر أ ر و ر ق ورق إي ورقي ورقي. كلمة أخرى أيضا من الدرس قم قم قم. تلاحظون ده أقول قم خفيفة ما ده أقول قوم، لا ليش؟ لأنه هي ضمة حركة إعرابية صوتها يكون صغير مو حرف مد. قم قم تكون خفيفة قم. منير مو مو ني رو مو ني رو. كانت عندنا قبل شوي شفنا كلمة منير، هنا آخر حرف اللي هو الر ضافوا له ضمة صارت منيرو منيرو. إذا أتهجاها مو مو مون مون إي موني أر منير أو منيرو. نزور نزور نزور. مثل ما قلت لكم عندنا كلمة نزور بها ضمة وبها شنو حرف المد اللي هو الأو، لكن من الأقوى حرف المد أو هو أقوى من الضمة، لذلك إحنا من نقرأها شو نقول نزور نمدها. ليش؟ لأنه حرف المد هو أقوى من الضمة نزور. عندنا هذه الكلمات على تلاحظون أمامي زي زي دان. طبعا هذه الكلمة اللي هنا أنا شلون بدي أشرح لكم، هذه كلمة زيد ضفنا لها آ صارت زيدا إن زيدان. شوفوا شلون تفرق عن كلمة زيدون، لاحظوا وياي زي هذه زيد هذه أيضا زيد مثل هذه تشوفون تتشابه، لكن هنا زيدو هنا زيدا لاحظ كلش زيدا هنا زيدو زيدان زيدون. هنا حرف الآ وهنا حرف الأو تمام. عندي هذه كلمة زيدان وهنا كلمة زيدون عم يتميزون بيهم، هنا حرف المد آ وهنا حرف المد أو تمام. كان درسنا اللي هو دبو منير يتحدث عن منو عن الحركة العربية اللي هي الضمة. قلنا احنا اخذنا الفتحة
أخذناها في درس داد رباب، وأخذنا الكسرة في درس مزمار مازن. درسنا اليوم اللي هو دبو منير يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن الضمة. إحنا قلنا الضمة يكون صوتها خفيف لأن هي حركة إعرابية، لكن أيضاً من ترافق الحروف تكون لي مقاطع. خلي أقرأ هذه المقاطع أمامكم. طبعاً إحنا أخذناها في الدرس السابق، أخذناها في الدرس السابق، لكن راجعها ونكمل. درسنا طبعاً هذا كلش بسيط وحلو. خلاكم هذه المقاطع الصغيرة، يعني شو مقاطع صغيرة؟ مقاطع صغيرة معناها منو الحركات الإعرابية، أما المقاطع الكبيرة اللي هي حروف المد. نيجي على المقاطع الصغيرة اللي هي منو؟ اللي درسنا عن شنو؟ درسنا عن الضمة. د أو دو، إذا تقراها أنت سريع كلش تمام، إذا ما قدرت تقراها تقدر تتهجاها. دو رو زو مو بو نو. هذه المقاطع مع من؟ مع الضمة اللي هي حركة إعرابية تكون صغيرة. شوفوا شلون راح نلفظها لما تكون منو؟ وهي حرف المد أو، تمام؟ لأن أنا عند الضمة تشبه الأو بس صغيرة وتصير فوق الحرف، هذا حرف مد. إيش راح أسوي؟ لازم أمد المقطع، تمام؟ د أو دو ر أو رو ق أو قو، أمدها حرف مد. زو مو بو نو، هذه هي مقاطعي. شلون تكون؟ تكون كبيرة. ليش تكون كبيرة؟ لأنه حرف مد لازم أمد المقطع، لكن هنا أنا ما أقدر أقول دو، أقول دو دو. يعني شنو معناها ضمة؟ حركة إعرابية تكون صغيرة، تكون صغيرة شكلها صغير واللفظ أيضا مالتها يكون صغير. هذه هي مقاطعي قارنتها منه لما تكون ضمة تكون صغيرة، ولما يكون حرف الأو تكون كبيرة. نجي على قراءة الدرس، نقرأ الدرس وتشاركوا بي، وبعدين نكتب الدرس مرة واحدة سويا إن شاء الله إذا بقالنا وقت. إذا ما بقالنا وقت على باكر بإذن الله راح أجي أقرأ لكم إياه. ركز وياي يلا حبايبي. دبو دبو منير، دبو منير، دب منير من ورق. دب مريم من ورقي، لاحظ قي. قم يا منير نزور زيدان، أقرأ لك المقاطع اللي بالأسفل. دو مو زو رو يو قو بو، أقرأها خفيفة لأنه هي حركة إعرابية اللي هي الضمة. أقرأها عيدة مرة أخرى. دب منير، دب منير من ورق. دب مريم من ورقي. قم يا منير نزور زيدان، أرجع أقرأ المقاطع مرة أخرى. دو مو زو رو يو قو بو، عيدة مرة أخرى. دب منير، دب منير، دب منير من ورق. دب مريم من ورقي. قم يا منير نزور زيدان. دو مو زو رو يو قو بو. بعد ما قرأته الآن أردكم أن تشاركوا بقراءة الدرس. يلا يا زينب
نعم سامسي. حبيبتي صباح الخير. صباح النور حبيبتي قريب الشاشة أمامك ولا بالكتاب؟ سامسي، أني كتبتها. عاشت إيدك زنوبة حبيبتي، عاشت إيدك يا شطورة. زين تقري لي الدرس وين تقري، بالكتاب لو تقري بالشاشة أمامك؟ بالشاشة. يلا حبيبي هأشر لك وقري. دب منية النوبة دب، وهاي ضمة أو دب دبو دبو منية دبو منية من ورق. ممتاز. دبو مريم من ورقي. ممتاز. قم يا منير نزور زيدان. أحسنتي، قريلي المقاطع اللي بالأسفل. أحسنتي. رو رو يو أحسنتي زنوبة، بارك الله بيك ماما، أحسنتي حبيبتي. تلميذ آخر، يلا يا ليان. نعم سانتي. حبيبتي صباح الخير. صباح النور. يلا ليونة حبيبتي تقري لي الدرس وين، بالشاشة أم بالكتاب؟ بالكتاب. يلا حبيبتي. دبو منير. دبو منير من ورق. دبو مريم من ورقي. أحسنتي. قم يا منير نزور زيدان. دو مو زو رو يو قو بو. أحسنتي حبيبتي، شكرا إلك قلبي. يلا محمد، محمد أحمد. نعم سانسي. حمود البطل شلونك؟ زين حبيبي، اشتاقينا لك البارحة ما كانك خالي. يلا قراني الدرس ماما. دبو منية. دبو منية من ورق. دبو مريم من ورقي. قم يا منية نزور زيدان. دو مو زو و يو او بو. ممتاز ممتاز يا محمد، شكرا لك حبيبي. يلا يا يوسف. نعم سانسي. روح خير. تسمعني حبيبي؟ تحل الصوت مرة أخرى ماما، مغلق ليش؟ سانسي. نعم حبيبي. راح أحله بالكتاب. تقرأ بالكتاب؟ أقابل الكتاب. أي حبيبي ماكو مشكلة، على راحتك. دب منير. دب منير من ورق. دب مريم من ورقي. ممتاز. أم يا منير نزور زيدان. أحسنت. دب مو زو رو يو قو بو. ممتاز ممتاز يا يوسف، أحسنت حبيبي، بارك الله فيك. شكرا سانسي. شكرا لك حبيبي. يلا يا أبطال، تراني ما أنساكم كلكم، أقومكم بس بالسرعة. يلا شهم. نعم سانسي. يلا حبيبي صباح الخير. صباح النور. يلا شهومي قرالي الدرس. اقرا بالكتاب. يلا اقرا بالكتاب. دب منير من ورق. اول شيء دب منير، وبعدين دب منير من ورق. لازم نقرا عنوان الدرس دي فوق شهومي، عنوان الدرس ما ننساه.
يلا. دب منير من ورق. دب مريم. لا دب مريم من ورق. اي حط لك كسره ورقي. دب مريم من ورقي. اوكي تمام كمل. قم يا منير. حط لك ضمه واخر شيء منير. قم يا منير نزور زيدان. احسنت. اقرا لي المقاطع اللي بالاسفل. دو مو زو رو اي يو بو. ممتاز يا شهم، احسنت حبيبي، ممتاز. تلميذ اخر يلا يا من. بيبي صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زين. يلا موني. دب منير من ورق. ممتاز. مريم من ورقي. ممتاز. هذا شنو الحرف؟ من يا من اي هذا الحرف. اه يا صحيح موني. يا صحيح. اي و ا يا. قم يا منير. حطينا لها ضمه صارت او منير. قم يا منير نزور زيدان. ممتاز عافية حبيبي. اقرأ لي المقاطع اللي موجودة يمك بالأسفل بالكتاب. دو ممتاز. مو زو رو يو بو. ممتاز حبيبي بارك الله بيك، أحسنت موني حبيبي، عاشت ايدك. ممتاز يا أبطال. شكرا لك حبيبي. ممتاز يا أبطال. يلا يا إيلين. نعم صاحبتي. شلونك حبيبتي صباح الخير. يلا إيلين حبيبتي قري للدرس، تقري بالكتاب لو تقري بالشاشة. إيلين تسمعيني ماما؟ نعم. يلا حبيبتي تقريلي، وين تقريلي يا؟ بالشاشة أو بالكتاب؟ بالكتاب. يلا حبيبتي. دبو منير. أول شيء عندك بس منير. إيلي دبو منير. الأر آخر شيء ما بيها ضمة. دبو منير. من ورق. ممتاز. دبو من مريم من ورقي. ممتاز. قم يا منير من نزور زيدان. أحسنتي. قليل المقاطع اللي موجودة بالأسفل. دو مو زو قو. ممتاز يا إيلين، أحسنتي حبيبتي. بو. أحسنتي يا إيلين حبيبتي، بارك الله فيك ماما. شكرا إليك حبيبتي. الآن
ياسين محمد. يلا يا ياسين، حبيبي صباح الخير. صباح النور. يلا ياسين حبيبي اقرأ لي الدرس، اقرأ بالكتاب لو بالشاشة. بالكتاب. يلا حبيبي بالكتاب. دب منير من ورق، دب مريم من ورق. ممتاز. يا منير نجور. صحيح، بس لا تنسى الأول، آخر شيء ضمة. قم يا منير. نجور زيدان. ممتاز، اقرأ لي المقاطع. دو. ممتاز، أحسنت حبيبي ياسين. يلا يوسف، شكرا لك حبيبي. يلا يوسف محمد. حبيبي صباح الخير. يلا يا يوسف اقرأ لي الدرس ماما. علي لي شوية صوتك ماما، لأنه أصلاً الصوت مال جهازك ناصي. دب منير من ورق. ممتاز. دب مريم من ورقي. قم يا منير. قم يا منير. ايه كلمة اللي جوه هجاها. نزور. احسنت، نزور زيدان. ممتاز، اقرأ لي المقاطع. احسنت حبيبي، بارك الله بيك ماما. يوسف حبيبي اغلق الصوت من يمك ماما. يلا زهراء. نعم سانسي. صباح الخير. صباح النور. حبيبي تقرير الدرس وين، بالكتاب لو بالشاشة؟ بالكتاب. يلا حبيبي تقري. دب منير من ورق. ممتاز. دب مريم من ورقي. أحسنتي. قم يا منير. قم يا منير. نزور زيدان. أنت ممتاز، قرأ لي المقاطع. دو مو زو غو و قو بو. أحسنت يا حبيبتي، ما بارك الله بيك ماما زهراء، عاشت إيدك. عفوا سانسي. إيدك حبيبتي. يلا جالكسي تاب أي، أتوقع هذا علي. يس سانس. أنا علي. صباح الخير علاوي. صباح الخير. شلونك؟ لانس أنا هو علي. أي حبيبي، مو اسم الجهاز متغير ماما عبال، بس أنا أدري أنت قالك ستاب، بس أتأكد يعني. لا أشارك. تمام. قبل. أي علاوي تقرأ لي حبيبي الدرس وين، تقرأ لي بالشاشة لو بالكتاب؟ بالكتاب. يلا حبيبي. بالكتاب مالي شاشة صغير. يلا. دب منير من ورق. أحسنت. دب مريم من ورق. إي ورقي.
كسرة لا تنساها. قم يا منير نزور زيدان. ممتاز. خاني المقاطع ليمك بالكتاب بالأسفل. دو زو رو يو او بو. ممتاز علاوي، أحسنت حبيبي، بارك الله فيك، ممتاز. يلا محمد علي حبيبي، شلونك؟ البطل حبيبي، أنا مشتاقة لك، صار لك يومين ماكو، حتى التلاميذ زملائك يسألون عليك. شلون حبيبي؟ عشتيدك حبيبي، انت بطل ما ينخاف عليك. وردي حمودي حبيبي، تقرا لي الدرس وين؟ تقرا لي بالكتاب لو بالشاشه؟ بالشاشه. يلا مريم، تنسى الايه، مريم من ورقي، احسنت. قم 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 يا منير، عليها او منير. اي نزور زيدان. احسنت. اقرا لي المقاطع اللي موجوده بالاسفل. أحسنت حبيبي حمودي، عاشتيدك حبيبي، شكرا لك، شكرا لك حبيبي. يلا يا علي، علي أحمد، يلا حبيبي اقرأ لي الدرس. ماما ممتاز. من تجاه و ر ق ورق، عليها الجو اللي حاطين كسرة اي، صارت ممتاز ورقي، صحيح. قم يا متجاهة، على كيفك حبيبي، عادي على كيفك متهجة. ماما منير، عليها او منير، منير عليها او منير. قم يا منير. نز نز او نزو، اي صحيح تجد شو مكاني نزور ندور نزور نزور ت ز اي زي د زيدا، ممتاز. إن زيدان، زيدان صارت يا علي علاوي، صارت زيدان. زين اقرأ لي المقاطع اللي موجودة في الكتاب. تو ممتاز. مو تو رو دو. أحسنت علاوي، أحسنت حبيبي، بارك الله بيك. ماما
يلا يا عبد الله. نعم سامسي. بطل. يلا حبيبي تقرأ لي وين، بالكتاب لو بالشاشة؟ بالكتاب. يلا. دبوني دبوني من ورا، دبو مريم من ورقي. ممتاز. قم يا منير نزور زيدان. منيرو نزور زيدان. أحسن. تقرأ المقاطع اللي بالأسفل. دو 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 مو زو رو يو او بو. ممتاز يا عبد الله، احسنت حبيبي. يلا يا زين. نعم صمتي. وردة يلا حبيبتي، حبيبي العفو اقرأ لي الدرس. وين تقرأ، بالكتاب لو بالشاشة ماما؟ كتاب. يلا. دب دبو منير 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 نمير منير 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 دب منير دب مو منير. تمام. من ورا. ممتاز. أيوني خلص الطائرة طيب زين. يلا دب إيه؟ مريم دب مريم من ورق إيه؟ ورقي، لا تنسون الحركات العربية من تقرون ماما. ورقي ورقي. قم قم مو قم يا منير قم يا منير نزور زيدان. ممتاز. اقرأ المقاطع اللي بالأسفل. دو مو دو دو رو رو دو رو يو قو بو. ممتاز ممتاز يا زين، أحسنت حبيبي. شكرا شكرا لك حبيبي. يلا يا سارة. نعم سامسي. حبيبتي شلونك؟ زينة. يلا يا حلوة اقري لنا الدرس. بالكتاب. يلا اقري بالكتاب. دبو منير دبو منير من ورقي ورق. ممتاز أحسنتي تصحح. من ورقي. ممتاز. قم نمرير يا منير زيدان. نزور زيدان. اقرأ لي المقاطع اللي بالأسفل. أحسنتي. زو زو في رو 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 سي سي لا عندك اي او يو 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 قو قو. احسنتي قو. ممتاز يا ساره، رائعه انت، عاشتي حبيبتي، شكرا لك. وقع عندي روان، روان عمر وروان عدنان. يلا يا روان، روان عمر. نعم سامسي. يلا روان الجميله اقري لي الدرس ماما. دب منير دب منير من ورق. أحسنتي.
دب ما مريم من ورقي. سيني إيه دب مريم من ورقي. قم. قم ممتاز قم. قمي منير. منير. قمك. نزور نزور ز اي ايه د هذه زيد زيدان أحسنتي زيدان قري لي المقاطع اللي موجودة يمك بالأسفل الضمة صوتها مثل الأو بس صغير دو 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 مقطع دو دو كملناها مو بعده زو احسنتي مقطع هذه مقاطع صغيرة ليش تصادق الحركات الإعرابية ممتاز يا روان حبيبتي عاشت إيدك وقعدنا روان عدنان يلا يا روان يلا حبيبتي واقعي على طلب الصوت ماما نعم يلا روانة حبيبتي تقرأي لي وين تقرأي لي بالكتاب لو بالشاشة بالشاشة يلا راح أشر لك على الكلمات من ورق أول شيء منو د ضمة لي أو دو دو ب هاي دوب جتي عليها او صارت دوب بو مو ان إن مون عافية وإي عافية موني شفتي شلون تقرين وإر مونار منير منير أحسنتي يا روان دبو منير عم تكرر عندك مرة أخرى هذه الكلمة أشارك لك دبو منير هاي مي كسرة مي إن من وإن وإن من الكلمة الوراها وراها الوراها إيه هاي الإشارة تش عليها ها الرو لا نبدي بين احنا وين احنا لغة عربية نبدي من اليمين الى اليسار هذه اليمين هذه هي اليمين ده الشرلج احنا لغة عربية من نبدأ من اليمين او اي ما و ار ور ور اي
ورق 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 راجع مكرر لك روانة دو دو ب بوب او دو بو ا م ر مر مر اي ماري و ا مريم ام مريم قلنا لها ايه صارت مر ي م من مع المن عندش مرة أخرى متكررة نفس ورق. كلمة ورق لكن ضفنا لها كسرة اللي هي شنو صوتها صوتها إي ورقي ورقي شوف عندش هذه الكلمة أمامك ق أو قو قو إن قم 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 مير عليها ضمة منير نزور نزور زيدان دان ممتاز نزور زيدان زين اقرأ لي هذه المقاطع اللي بالأسفل هذا يا حرم د د علي أو دو دو ام او مو ممتاز زو زو زين رو 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 اي دي اي اي هذه حرف الاي احنا قلنا شنو نبره وجوها نقطتين حرف الاي اي او يو يو مقطع يو مقطع مقطع يو يو ق او ق او قو مقطع قو ب او بو احبو ممتاز يا روان احسنت حبيبتي حبايبي كان هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم ان شاء الله يوم غد نكتب كتابه الدرس معا انتوا كتبوا لي مره واحده واحنا نكتبه مره ثانيه سوا تمام حبايبي هذا اللي يخص كتابه الدرس كتابه الدرس هذا اللي يخصه بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم هذا اللي كان درسنا لهذا اليوم يوم غد إن شاء الله سوى هنا نكتب كتابة الدرس مثل الأسبوع اللي فات هذا كان ما يخص درسنا لهذا اليوم نشوفكم إن شاء الله بعد قليل درس العلوم حبايبي مع السلامة إلى اللقاء أحبكم هواية.